السلام عليكم ورحمة الله، الله يعطيكم العافية جميعا. بإذن الله بهذا الفيديو خلال هذا الفصل راح يتم تغطية مادة الصناعية بمشيئة ربنا عن طريق شرح الفيديوز. خلينا نعطي مقدمة سريعة على مادة الصناعية. زي ما بنعرف هي بتيجي بعد صيدلانيات اثنين. صيدلانيات اثنين تكلمنا فيها عن السيمي سوليد دوزج فورمز، صيدلانيات واحد تكلمنا عليها عن فيها عن الليكويد دوزج فورمز، وبمادة الصناعية راح يتم التركيز على السوليد دوزج فورمز. بموضوع السوليد دوزج فورمز زي ما بنعرف هي متكونة من بارتيكلز أو بارتيكلز. خلينا نتكلم، بهمني أعرف السايز تاعها، بهمني أعمل له أناليسز، بهمني أعمل له ريدكشن، بهمني أعمل أعرف كيف أعمل ميكسينج بين هاي الباودرز. هاي طبعا أسماء الشباتر اللي متكلم عنها. بهمني أيضا أدرس الفلوبيليتي لهذا الباودر أو للسوليد دوزج فورمز الموجود عندي. بهمني أعرف كيف أعمل له دراينج إذا كان فيه شوية موستشر أو كان شوي ويت. آخر إشي راح نتكلم عن موضوع الكلاريفيكيشن اللي هو بنقسم للفلتريشن والسنترفيوجيشن. هاي الضباب بشكل عام راح تكون مادة الصناعية لهذا الفصل. خلينا نبلش بالشابتر الأول. بيحكي لك هو بدنا ندرس فيه كيف نعمل بارتيكل سايز اناليسيس، كيف بيأثر البارتيكل سايز على فورم اللي بكون عندي. بيحكي لك انا عشان اوصل للاوبتيمم برودكشن اوف ذا افكتوس ميديسنز اللي بكونوا موجودين عندي، عشان اوصل لاقصى استفاده من الناحيه الفارماكولوجي او اقصى استفاده علاجيه من هذا الدواء، لازم اكون عارف الدايمنشن للبارتيكوليت او البارتيكلز اللي بتكون موجوده في السوليد تاعي. بشكل عام بيحكي لك زي ما تكلمنا knowledge and control of the particle size is of importance both for production زائد administration production of medicines containing particulate solid and in the efficacy of the medicine following under administration. يعني في تصنيع الدواء وأيضا في أداء الدواء بعمله administration داخل الجسم. فخليني بشكل عام اروح ادرس اللايف تايم تاع اي درج موجود في العالم، واروح على كل ستيج من هاي الستيجز وادرس تاثير البارتيكل سايز عليها. اول شيء احنا لما بدنا نطلع الدواء بعمل له اول شيء سينثيسيس، بعدين باجي بدي احطه بفورمولا، فبعمل له ديفلوبمنت للفورمولييتد ميديسن، بحطه في على شكل فورمولييتد ميديسن، بعدين بعمل برودكشن لهاي الفورمولييتد ميديسن بعتمدها، بعديها حسب الفورمولا بعمل له ادمنستريشن اذا كان ليكويد مثلا عن طريق الاورال او عن طريق الاي في او اي شيء. اذا كان مثلا تابلت اكيد راح يكون عن طريق الاورال، اذا كان سبوزاتوري راح يكون عن طريق الانال كنال والى اخره. بعديها بعد ما يصير له ادمنستريشن بيروح الدواء داخل الجسم بيشتغل شغله، بعديها بصير له ريموفال او اليمينيشن او اكسكريشن. شو تاثير البارتيكل سايز على هاي السكس ستيجز؟ بالستيج الاولى والثانيه بحكي لك انه هو برضه يكون جدا مهم البارتيكل سايز على تو بيرفورمانس للدرج. اول واحده اللي هي الفيزيكال، الثانيه اللي هي الفارماكولوجيكال. فبحكي لك باللايف تايم تاعت الدرج بالستيج الاول والثاني، انا لما اصنع الفورمولا تاعت الدواء لازم احدد البارتيكل سايز. تحديده جدا مهم، ليش؟ لانه بيكون انفلونس بياثر على السبسيكوينت فيزيكال بيرفورمانس اوف ذا ميديسين اند فارماكولوجيكال بيرفورمانس لهذا الدراج. بالبارتيكل بالستيج الثالث particle size influence the production of the formulated medicine. رجع عاد نفس الكلام، حكى انه بيكون جدا مهم. ليش في حالة البرودكشن لهذا الدرج ليش انا مهم اعرف البارتيكل سايز؟ لانه احنا في عندنا شيء اسمه الفوليومتريك فيلينج. الفوليومتريك فيلينج هي بتكون عبارة عن ماشينز، هي بتكون بتكبس التابلت او الكابسولز. اذا كانت في حالة التابلت او كانت في حالة الكابسولز، تخيل انت عندك الباودر هذا البارتيكل سايز انا تاعي مو محدد، او البارتيكل سايز مش هوموجينس، مش متساوي في جميع الباودر تاعي. راح يكون في عندي كابسول فيها كميه اكتيف انجريدينت مختلفه عن كابسول اخر، فبالتالي المريض ممكن ياخذ حبتين في اليوم، تاثير الحبه الاولى راح يكون غير الحبه الثانيه او العكس. اكيد مرفوض في العلاج كصيدلي. فبالتالي اذا كان المصنع مش محدد البارتيكل سايز بشكل اكيوريت ونازل يكبس ادويه او كابسولز او تابلتس على هذا البارتيكل سايز غير المعروف، اكيد لما اطلع الباتش في اخر الخط الصناعي لازم اعمل لها تراشنج، لازم اكبها كلياتها، لانه مش مفيده من الناحيه العلاجيه راح تكون.
فبالتالي بيحكي لك both tablets and capsule are produced using equipment that control the mass of the drug and other particles by volumetric filling. فبالتالي انا ال interference with the uniformity او اللي هو التشابه او ال uniformity اللي هي يعني يكونوا بيشبهوا بعض الحجم او نفس البارتيكل سايز او فيل فوليومز may alter the mass of the drug. فبالتالي ممكن الكابسول الماس تاعها يختلف عن كابسول تانية لانه البارتيكل سايز يكون مثلا اكبر، فبالتالي هطلع الماس تاعت الكابسول هاي اكبر. فبحكي لك mass of the drug incorporated into the tablet or capsule and hence reduce the content uniformity of the medicine. بعديها بحكي لك powder with different particle size have different flow. برضو زي ما تكلمنا ال particle size أكيد راح يأثر على موضوع ال flowability وراح يأثر على موضوع ال packing properties. فبالتالي بحكي لك which alter the volume of the powder during each encapsulation or tablet compression event. أنا لما بدي أصنع capsule encapsulation أو بدي أصنع tablet بعمل لها compression، موضوع ال particle size زي ما تكلمنا لازم يكون accurate ولازم أكون عارفه ولازم يكون متناسق عشان يطلع لي كمية active ingredient متساوي في جميع الكابسولز أو التابلتس أو يكون الماس تاع التابلتس متساوية. فبحكي لك in order to avoid such problems the particle size of the drug and other powder may be defined. Defined يعني يتم توحيدهم during formulated so that the problems during production are avoided. فبالتالي أنا ببتعد عن هاي المشاكل خلال عملية إيش؟ خلال عملية التصنيع. بحكي لك في الستيج الرابعة اللي هي موضوع الادمنستريشن the dosage should release the drug into solution at the optimum rate. لازم يكون في ريت معينة لريليز لهذا الدرج. فبالتالي أيضا الريت بيعتمد على البارتيكل سايز، لازم يكون في عندي بارتيكل سايز معروف عشان أتحكم في كمية الريت. ما بدي دواء مثلا أنا المفروض إنه يصير له ريليز لمدة 8 ساعات عشان البارتيكل سايز مثلا والله كان كبير، فبالتالي ممكن يصير الريت للريليز تاعه خلال ساعتين، ممكن يصير في توكسيسيتي أو تظهر سايد افكت أو شغلات أنا بغنى عنها. فبالتالي لازم يكون عندي معرفة لهذا البارتيكل سايز عشان أتحكم بال optimum rate زي ما تكلمنا. فبحكي لك this depend on the several factors one of them اللي هي ال particle size. موضوع ال rate ما بيعتمد فقط على ال particle size ولكن واحد من هاي ال factors ال particle size. طيب بحكي لك بشكل عام انه انا لما اقلل ال particle size بتزيد ال surface area. كيف يعني؟ انا لما يكون مثلا عندي خلينا نتخيل مثلا كرة او سفير، هاي السفير مثلا مساحتها 1 سنتيمتر، يعني خلينا نحكي محيطها 1 سنتيمتر، انا السيرفيس اريا هي تاعتها راح تكون 1 سنتيمتر. مثلا لما انا اجي اقسم هاي السفير مثلا ل 100 جزء او ل 1000 جزء او اقل او اكثر، مساحه او محيط كل جزء انا بجمعه 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 بيطلع معي سيرفيس اريا. فبالتالي انا لما اقسم الدائره الكبيره لدوائر صغيره او لكرات صغيره بزيد عمليه السيرفيس اريا، ولما ازيد عمليه السيرفيس اكيد راح تزيد عملية ايش اللي هي الريت اوف سوليوشن، راح تزيد عملية الريليز. فبحكي لك reduction in size generally increase the specific surface area of particle. فبالتالي شو راح يصير؟ ال particles having small dimension will tend to increase the rate of the solution. طيب هلا هذا الاشي بشكل عام منيح ولا لا؟ انا اوكي بدي اقلل ال particle size على اساس ازيد rate of solution، هذا اشي منيح ولا لا حسب الدواء خلينا نحكي. فبالتالي خلينا ناخذ اشي على ال positive او اللي هو في حالة قللت ال size وزدت ال surface area، فبالتالي زدت ال rate of solution، راح يكون اشي منيح في حالة مثلا ال Grocioflavin. ال Grocioflavin اللي هو انتي فايرال اظن. فبحكي لك for example the drug Grocioflavin has a low solubility by oral administration but is rapidly distributed following absorption. بحكي لك هو العملية الابزوربشن عن طريق الاورال بتكون نوعا ما ضعيفة ولكن بعد ما يصير distribution بتكون جدا سريعة. ولكن عشان اختصر موضوع الاورال شافوا انه انا لما اقلل السايز
او البارتيكل سايز لجريسيو فلافين، انا ايش بزيد عمليه بزيد سيرفيس اريا، فبالتالي بزيد السوليوبيليتي او بزيد سرعه الابسوربشن لهذا الدراج. فبحكي لك the solubility of the Greasy Flavin can be greatly enhanced by particle size reduction so that blood level equivalent to، يعني راح تكون مساويه او احسن راح تكون مساوية أو أحسن في حالة الكريستالين، راح تكون عفوا أحسن أو مساوية إذا كانت في حالة المايكرو كريستالين. إحنا عندنا في كريستالين جراسيو فلافين وفي عندنا مايكرو كريستالين جراسيو فلافين. المايكرو كريستالين هي بعد عملية تقليل السيرفس أريا، أو عفوا بعد عملية تقليل السايز او البارتيكل سايز للجريسيو فلافين، حصلنا على المايكرو كريستالين. المايكرو كريستالين كان في له سيريوبيليتي احسن، فبالتالي في له ابسوربشن احسن، وكان الدواء فعال بشكل اكثر من صيغته اللي كانت متواجده على شكل كريستالين. فاذا انا صغرت السيرفيس، صغرت البارتيكل سايز في كريستالين، اعطاني سيرفيس اريا اكبر، فبالتالي زدت السوليبيليتي وبالتالي زدت الافكت تاع الدرج. في حاله اخرى، خلينا نتكلم عن الادويه اللي مش دائما لما اقلل السايز لهذا البارتيكلز بيكون اشي جيد. فبحكي لك a reduction of particle size to improve rate of solution and hence bioavailability is not always beneficial. أعطيني مثال، فبحكي لك for example small particle من nitrofurantoin has an increased rate of solution which produce toxic side effect because of its more rapid absorption. فبالتالي بعض الأدوية خلص هو لما يعطيك absorption لمدة مثلا 4 ساعات، أنا 4 ساعات إذا خليته خلال ساعتين ممكن يظهر لي toxic side effect. فمثال عليها نيتروفيورانتوين. فبالتالي نيتروفيورانتوين هو مثال على اشي انا اذا بقلل له السايز او البارتيكل سايز مش اشي منيح، ممكن يعطي لي توكسيك سايد افكت، ولكن بالمقابل في حالة جريسيو فلافين اذا حولت له مايكرو كريستالين، جريسيو فلافين هو بكون احسن وبكون السولوبيليتي تاعه والابزوربشن احسن من الكريستالين جريسيو فلافين. طيب هلا اتكلمنا عن البارتيكل سايز وكيف يؤثر على البايو افيلابيليتي داخل الجسم، واتكلمنا ايضا على اهميه البارتيكل سايز في الستيجز بتاعت اللايف تايم بتاعت الدراج بشكل عام. خلينا ندخل حاليا على موضوع الدايمنشنز. اظن هون في سلايد مش موجوده، بس عشان نقسم خلي اكتب عندكم البارتيكل سايز بشكل عام تقسم حسب الدايمنشن تاعها الى كورس، بعدين عندكم اللي هو بيكون الميديوم، بعدين الفاين، بعدين فيري فاين، بعدين المايكرو. اظن هاي السلايد موجوده عندكم بس مش موجوده على موقع الدكتوره رندا او مريم، ما بعرف من وين جبت السلايدات هاي بصراحه. بس بشكل عام الكورس هي بتكون اكثر من 350 مايكرومتر، الميديوم بتكون من 100 ل 350 مايكرومتر، الفاين بتكون من 30 او من 50 عفوا ل 100 مايكرومتر، الفيري فاين بتكون من 10 ل 50 مايكرومتر، والمايكرو بارتيكل سايز بتكون اقل من 10 مايكرومتر، وبتكون الماجوريتي بتاعتها بتكون اقل من 5 مايكرومتر. فبالتالي الدايمنشن خلينا نتكلم عنه بشكل عام. ما في شيء اسمه اللي هي، خلينا نتكلم عن الايديال بارتيكل سايز اللي هي بتكون زي الكره او المجسم السفير اللي بيكون بيرفكت. اغلب البارتيكل سايز بتكون irregular شيب. فبحكي لك البارتيكلز would be irregular with different numbers of faces، راح تكون غير منتظمه وعندها وجوه كثيره، and it would be difficult or impractical to determine more than single dimension. فبالتالي انا اذا بدي اخذ مثلا اكثر من دايمنشن للشكل الريجولر غير منتظم راح يكون اشي impractical، راح يكون اشي غير عملي وراح يكون اشي جدا جدا صعب علي. فبحكي لك for this reason a solid particle is often considered to approximate to sphere and then be characterized by determining its diameter. فبالتالي انا مثلا عندي شكل غير منتظم ولكن قريب على شكل الكرة، بروح برسم كرة حواليه وبعتبر مثلا قطر هاي الكرة الافتراضية اللي انا افترضتها من عندي هو الدايمنشن او الدايميتر تاع البارتيكل سايز تاعي. راح نتكلم بشكل عام حاليا على 4 طرق. الاربع طرق هم، او الاربع طرق خلينا نحكي، او بلاش خلينا نحكي عنهم يعني بالترتيب بعدين. هذا الاشي اللي احنا بطلعه اللي هو بيكون هايبوثيتيكال او بيكون بشكل عام
زي ما تكلمنا بيكون ابروكسيميت يعني افتراضي او تقديري، هذا بنسميه الايكويفالنت دايمتر. خلينا نتكلم، بيحكي لك because measurement is based on the hypothetical sphere، فبيحكي لك الدراسات بعد ما انا احدد الدايمنشن او الدايمتر لهذا الارجولار بارتيكل سايز بتكون hypothetical يعني بتكون افتراضيه، which represent only an approximation to the true shape of the particle. The dimension is referred to as the equivalent diameter of the ايش؟ the particle. equivalent diameter اللي هو التقديري او الاشي الافتراضي او اشي انا رسمته، مش الاشي الاساسي الصحيح 100% لابعاد هذا ال irregular particle shape. فبحكي لك it's possible to generate more than one sphere which is equivalent to a given irregular particle shape. ليش؟ لأنه في عندي نوعين من الـ equivalent diameter. في عندي النوع الأول بسموه projected area diameter، وفي عندي النوع الثاني اللي هو بسموه projected perimeter diameter. الـ projected طبعا شو يعني projected؟ يعني إسقاط. يعني مثلا أنا عندي irregular shape بيكون 3D، إذا مثلا حطيت عليه ضوء الظل تاع هذا الـ irregular shape هو اللي أنا بعتمده وبصير أطلع منه الـ equivalent diameter، فبالتالي ما راح يكون 3D، راح يكون عندي مسقط، راح يكون بس مجرد صورة ما إلها بعد ثالث. فبالتالي راح نتكلم عن هذا الـ projected area diameter و projected perimeter diameter. هذول ما بيعتمدوا على الاورينتيشن، بيعتمدوا فقط على الشكل، لانه انا ما باخذ ال 3D shape للبارتيكل سايز، انا باخذ الشيب فقط. البروجكتد اريا دايميتر من اسمه انا بمسك هذا بمسك البارتيكل سايز الاريجولار، بقيس مساحته، بعديها برسم حواليه دائرة مساحتها تساوي مساحة هذا الاريجولار شيب. بالمقابل البروجكتد بيريمتر دايمتر، بيريمتر معناها محيط، انا بمسك هذا الارجولار شيب بقيس محيط هذا الارجولار بارتيكل، بعدين برسم دائره حواليه بتكون محيطها مساوي لمحيط هذا الارجولار بارتيكل. فبالتالي الموضوع صار سهل، هنا انا بعتمد على المساحه لهذا البارتيكل شيب او الارجولار بارتيكل، وهنا بعتمد على البيريمتر اللي هو المحيط area perimeter مساحة محيط. فبحكي لك the projected area diameter is circle of equivalent area to that of the projected image of the solid particle. أظن صارت شوي واضحة. بحكي لك أنا برسم based، بتكون برسم دائرة بتكون equivalent مساوية، أو مش عارف شو معناها بالعربي، مساوية أو متقاربة أو مطابقة، لا مطابقة، لأن نحكي للمساحة اللي بتكون ايش projected image، يعني زي ما شبهت لكم الصورة انه انا ماسك هذا ال 3D irregular particle في اصبعي مثلا او في ايدي، ومحاطط عليه ضوء، الظل تاع هذا ال irregular shape انا باخده وبقيس المساحة تاعته. على المقابل عندنا ال projected perimeter diameter is based on the circle having the same perimeter as the ايش. خلينا نشوف على الرسمات راح يكون الموضوع اسهل. هلا مثلا عندنا احنا هذا البارتيكل، بدنا نعرف انه هذول الاثنين نفس الاشي، يعني نفس يعني هذا مساحته، او بديش احكي مساحته، الحجم تاعه او ابعاده نفس ما هي، ولكن بتختلف طرق قياس الاكويفالنت دايمتر بناء على البروجكتد بيريمتر دايمتر. زي ما تكلمنا البيريمتر هو المحيط، انا بشكل او باخر قست محيط هذا البارتيكل، بعديها رسمت دائره مساويه لمحيطه. هلا الدايمتر تاع هاي الدائره هو بعتمده الدايمتر تاع هذا البارتيكل، او هو ابعاد او هو الدايمنشن تاع هذا البارتيكل. بالمقابل عندنا الدي اي اللي هي البروجكتد اريا دايمتر، بقيس مساحه هذا البارتيكل بغض النظر كيف بقيس مساحته. بصراحة سألت الدكتورة بس ما حكت لي، خلص بشكل عام بنقيس مساحته، وبنرسم دائرة بتكون ايش مساوية لمساحة هذا البارتيكل، وبكون الدايمتر تاعها هو الدايمتر تاع البارتيكل او الدايمنشن تاع البارتيكل. فبنلاحظ هنا انه نفس البارتيكل محيطه كان ايش اكبر من مساحته، ودليل ذلك انه هاي الدائرة اللي بتعتمد على المحيط هي اكبر من الدائرة اللي بتعتمد على ايش المساحه. هلا خلصنا موضوع البيريمتر دايمتر والاريا دايمتر اللي هم اللي بيكونوا بروجكتد، بدنا نتكلم عن نوعين جداد من قياس الايكوفالنت دايمتر اللي هم الفيرتس والمارتن. الفيرتس والمارتن يميزهم انهم بيعتمدوا على شغلتين اللي هم الشيب
والاورينتيشن على عكس ايش، على عكس البروجكتد بيريمتر دايمتر والبروجكتد اريا دايمتر اللي كانوا فقط يعتمدوا على الشيب. فبحكي لك فريتز اند مارتنز دايمتر ار ديبندنت اون بوث اوف اورينتيشن اند ذا شيب اوف ذا بارتيكل. فبالتالي هم بيعاملوا معاملة البارتيكل ك 3 دي، ما باخذوا البروجكتد تاعه. فمثلا يمكن يمسكوا هذا البارتيكل، مره بيقيسوا الاكويفالنت دايمتر او بيقيسوا الدايمتر تاعه، مثلا اذا كان مسقط او كان اتجاهه على محور مثلا 90، بعدين بيميلوه على محور 45 وبقيسوا مره ثانيه، بعدين بيميلوه على محور 180 وبقيسوا مره ثانيه، بعدين بيميلوه وهكذا. بعدين بيمسكوا كل هاي طلعت معهم على محاور مختلفه او على اورينتيشن مختلفه وبقسموا على عددهم، فبالتالي بعطيني ايش؟ بعطيني قيمة بتكون statistical اللي هي statistical آه نعم statistical اللي هي إحصائية أو قيمة بحسبها. فبالتالي زي ما تكلمنا كل orientation باخد له dimension معين، بعدين بقسم المجموع كل هاي الدايمنشنز على عددهم، فبعطيني قيمة نوعا ما بتكون شوي accurate بحسبها، بتكون statistical diameter which are averaged اللي هي بتكون زي ما تكلمنا كل ال diameters على عددهم averaged over many different orientation to produce a mean value for each particle diameter. طبعا هنا خلينا نرجع لها السلايد بعد ما نشوف هتكون اسهل. هلا عندنا هذا اللي هو الدايمتر تاع الفرت، وهنا عندك فرت اللي بالنص هذا اللي هو المخطط هو المارتنز. تمام، عندك اللي جوا هو مارتنز بس الدي ام مش مكتوبه، اكتب دي ام هون دي ام هون ودي ام هون. هسا بشكل عام خلينا نركز مع بعض شوي. الدايمتر تاع فرت بيعتمد على المسافه بين المماسين اللي بيلمسوا البارتيكل بأورينتيشن مختلفة. مثلا خلينا نفترض انه هنا في محور صادات وهنا في محور سينات، فبالتالي كان هنا هذا على محور التسعين. على محور التسعين انا رسمت مماس بلمس البارتيكل من هاي الجهة ومماس بلمس البارتيكل من هاي الجهة. هسا المسافة اللي بتكون هنا الزاوية 90 والزاوية 90 اللي بتوصل بين المماسين هي الدايمتر تاع مين؟ فرت. اما الدايمتر تاع مارتنز هي المسافة اللي بتوصل بين أبعاد البارتيكل الداخلية. لاحظوا إنه هنا في عنا هاي الزيادة مش متساوية، تمام؟ يعني لحد هنا الدايمتر تاع فرت تاع مارتن عفوا، والدايمتر تاع فرت لأ مد للمماس اللي لمس البارتيكل من الجهة هاي. وهكذا مثلا ميلناها بعديها لزاوية 45. على زاوية 45 لو هيك مثلا خلينا لو رسمنا لها قطر أو إشي بقطعها من النص، الدايمتر تاع فرت برضه رسم مماس من هاي الجهة ومماس من هاي الجهة ووصل بينهم، طلع معي هذا الرقم أو طلع معي يعني قيمة بشكل أو بآخر. المسافة تاعت المارتن انه ما وصلت للمماس تاع فرت، فبالتالي هو اخذ الابعاد الداخليه او القطر الداخلي لهذا البارتيكل. طبعا لاحظوا انه نفس البارتيكل ولكن باورينتيشن معين. انا كل مره بعمل له ايش؟ ري اورينتيشن، بعمل له كمان مره ري اورينتيشن، بعدين باخذ الدي اف 1 دي اف 2 دي اف 3 وبقسم على 3، باخذ الدي ام 1 دي ام 2 دي ام 3 وبقسم على ايش؟ 3. فبالتالي بيطلع لي ايش؟ بيطلع لي averaged over many different orientation to produce ايش mean value for each particle diameter. فزي ما تكلمنا ممكن هم ما بيساووا بعض، ولكن مثلا النقطة الرابعة لو أخذنا إنه هون أسقطناه على على مثلا على ميلناه على زاوية 180، أخذنا برضه مماس بتاع فرت ووصلنا بينهم، طلع هذا الدايمتر تاع فرت او الدايمنشن للبارتيكل اللي بيعكسه طريقه قياس فرت. هون برضه وصل الابعاد الداخليه لمارتن واعطاني الدي ام 3، نفس الشيء باخذ دي ام 3 دي ام 2 دي ام 1 وبقسم على 3. خلينا نرجع، بيحكي لك الفرت والدايمتر. فرت دايمتر، هل بده فرق بينهم؟ فرت دايمتر is determined from the mean distance between two parallel tangents to the projected particle perimeter. فبالتالي هو بيعتمد على ال projected perimeter اللي هو اللي هو هذا المنظر هذا الشكل، تمام؟ اللي هو اذا بتلاحظوا هنا الدائرة كانت بتلمس مماس بتلمس ال particle. نفس الشيء بيعتمد عليه فرتس اللي هو كان ال tangents اللي هو المماسات بتلمس ابعاد البارتيكل الخارجية. فبحكي لك parallel لازم تكون متوازية
ولما تكون متوازية بوصل بينهم بخط، هذا الخط هو بكون الدايميتر تاع فرت. بالنسبة لمارتن فبحكي لك هو المين كورد، الكورد اللي هو الوتر، المين كورد لينث اوف ذا بروجكتد بارتيكل بيريميتر which can be considered as the boundary separated equal particle area. فبالتالي هو بكون الابعاد الابعاد تاعت البارتيكل الداخليه اللي بشكل عام بتكون اقل من الدايميتر تاع فرت. احكي لك هلا بشكل عام احنا بنقدر نحدد الايكوفالنت دايميتر بطرق اكثر بكثير من فرت ومارتن ومن البروجكتد اريا دايميتر والبروجكتد بيريميتر دايميتر، وذلك عن طريق مجموعه من العوامل الاخرى. فمثلا بحكي لك it's possible to determine the particle size based on the spheres of equivalent volume. بقدر اشوف الفوليوم تاع هذا السفير واعمل له equivalent volume. بقدر ايضا عن طريق sedimentation volume، عن طريق الماس، عن طريق السيف ماس، او عن طريق سيف ماس زي ما تكلمنا of a given particle. فبحكي لك انت بشكل عام اذا مثلا حسبت ال equivalent diameter او ال equivalent volume لهذا البارتيكل، لازم تعطي الطريقة، لازم تعمل dictates لل type of diameter اللي انت عن طريقها عملت المجر. وبحكي لك اخر شيء في عندنا اجهزه بتكون اوتوماتيكلي بتحول من مثلا انا الايكوفالنت دايميتر جبته من الايكوفالنت فوليوم، في جهاز مباشره بعطيني اذا حطيت الايكوفالنت فوليوم او السيدمنتيشن فوليوم بحول لي مثلا للمارتنز او الفيرتس او للبريميتر دايميتر او لاي طريقه اخرى بشكل اوتوماتيكي. فبحكي لك انتر كونفيرشن may be carried out automatically as part of synthesis size analysis عفوا. ف بشكل عام كان هذا مراجعة على الشابتر الأول، نتمنى إنكم استفدتوا. الله يعطيكم العافية جميعا.